قال إذا ضاع عليك شيء وضاعت فلوسك ضاعت محفظتك كيف تجيبها؟ دعاء. حديث أبو هريرة رضي الله عنه رجل ضاع عليه شيء فدور بحث بحث فلم يجده، فجاء لأبي هريرة رضي الله عنه قال له سأل النبي صلى الله عليه وسلم، روح. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ضاعت علي كذا وكذا، قال له توضأ وصلي ركعتين واقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الكافرون وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، ثم ادعو وقل اللهم رب الضالة اردد علي ضالتي بعزتك وفضلك وسلطانك فإنها من عطائي. فعلها الرجل، فجاء الرجل يحمل الضالة، أين صاحب الضالة؟ مع نهاية الدعاء.